يا سلام يا اخوانا، عزة الدين وقوة الدين تأتي بالعقيدة. نحن والله الذل الذي وقع علينا ما بسبب قلة السلاح ولا بسبب قلة العدة والعتاد، إنما السبب ضعف الإيمان، إنما السبب تفرق الأمة، إنما السبب العقائد الباطلة التي دست في أمة الإسلام وكيد بها الإسلام من الطرق الباطلة المنحرفة. ده السبب الذي أضعف كثيرا أو أضعف أمة الإسلام، ولن تعود الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي هذا دليل قوي عند العلماء على عقيدة أهل السنة أن الله فوق سبع سماوات، ولا تغتر بالعقائد الباطلة بتاعت الصوفية وغيرهم. واحدين يقول لك الله في كل مكان، واحدين يقول لك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا قدام لا ورا، معناه ما في. دي عقائد عبد العزيز لما انتشرت السنة في عهده وعلت الدولة الإسلامية في عهده قال: وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، ولولا أني أحيي كل يوم سنة وأميت كل يوم بدعة ما أحببت الحياة محلبشات. يعني ما أحب أبقى في الدنيا محلبشات، يعني فترة بتاعت حليب الشات، الجرة الواحدة من الشات دي. سبحان الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، توقف بنا المقام في الخطبة الماضية في أحداث الأحزاب في نهاية تلك الغزوة العظيمة التي ظهرت فيها بسالة الصحابة وعظم مكانتهم وصبرهم على البلاء. ففي نهاية تلك الغزوة وقعت خيانة بني قريظة، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 25 يوما من قبل قريش وأحابيشها وقبائل غطفان اليهودية. وبعد الحصار الطويل نقضت بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة كان فيها 3 من صنوف اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أما بنو قينقاع وبنو النضير فقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بنو قريظة. فلما جاءت الأحزاب انتهز اليهود هذه الفرصة بتحريض من الخبيث حيي ابن أخطب، فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم السعدين وعبد الله ابن رواحة وخوات ابن جبير، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا مع اليهود في الأول وعرفوا أنهم خانوا العهد، حتى ذكر ابن هشام في السيرة قال: فشاتمهم سعد رضي الله عنه. وسعد كان قويا شجاعا حادا مع المشركين، فشاتمهم سعد ثم عاد
وذات مرة سعد رضي الله عنه كان في إحدى الطرق وأمه ومعها عائشة رضي الله عنها، شافا على سعد الدرع بتاعه ليست بسابغ في نكس بسيط، درعه مغلصة في نكس عند ذراعه، فقالت عائشة رضي الله عنها لأمه: لوددت أن درع سعد أسبغ من هذه. خافت عليه، فأصيب سعد بسهم في ذراعه فقطع أكحله، والأكحل هو عرق في الذراع، إذا انفجر قل أن يسلم صاحبه، لأنه بينفجر وبينزف لحد ما الزول يموت. فأصابه ابن العرقة بسهم، قال: خذها مني وأنا ابن العرقة. والعرقة دي أمه، وهي أم فاطمة جدة خديجة بنت خويلد، وابن العرقة خال خديجة بنت خويلد. قال لي سعد: خذها مني وأنا ابن العرقة. قال له: عرق الله وجهك في النار. ضرب سعد فأوذي سعد من هذه الضربة، لكنه دعا بدعاء عجيب، قال: اللهم إنك تعلم أنه ما من حي أحب إلي أن أجاهدهم من هذا الحي من كفار قريش. اللهم إن أبقيت في الحرب بيننا وبين قريش شيئا فأحيني إليها، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. النزف بتاعه طوال وقف. فمرت الأيام، أسلم عيينة، أسلم نعيم ابن مسعود الغطفاني. لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا نعيم، إن الحرب خدعة فخذل بيننا. مشى نعيم إلى بني قريظة، قال: تعلمون ما بيني وبينكم، هم ما عارفين أنه أسلم، قال: تعلمون ما بيني وبينكم من المودة. قالوا له: لست عندنا بمتهم. كويس. قال: إن قريش ليست كأنتم، قريش ما زيكم، البلد بلدكم وفيها أبناؤكم وفيها أموالكم، وإن قريش إذا درستهم الحرب، يعني لو اشتدت عليهم الحرب، إن شمروا إلى بلادهم وتركوكم مع محمد ولن تقدروا عليه. ناس قريش ديل ما أصلا جايين، قال لهم: ليكسبوا نهزة، دايرين ينهبوا لهم نهبة، لو لقوه خلاص ما لقوه بيرجعوا لأهلهم وبخلوكم انتوا براكم مع محمد وما بتقدروا عليه. قال لهم: اطلبوا من قريش أن يعطوكم رهنا، رهائن من أشرافهم، مجموعة من أشراف سادات قريش تخطوهم معاكم. كويس. لو بعد ذاك ناس قريش انضغطوا في الحرب ودار يهربوا، ما حيهربوا لأنه الرهائن دي موجودة معاكم، حتكتلوهم انتوا. طيب كويس، قال لي: اتفقنا معاك. مشى لقريش ولغطفان، قال لهم: إن اليهود ناس بني قريظة ندموا على نقض العهد مع محمد. يا اخواننا، الكذب في حته زي دي بجوز، في الحرب بجوز، في ملاطفتك لزوجتك والكلام الرجل مع زوجتي بجوز. كويس. في الاصلاح بين الناس بجوز، اما غير كده الكذب ما بجوز ثاني. لكن بس كده انتبه، شوف ذكاء هذا الصحابي رضي الله عنه. مشى لقريش قال: إن بني قريظة نقضوا العهد، يعني رجعوا من عهدهم معاكم، واتفقوا مع محمد على أن يأخذوا منكم رهنا من أشرافكم فيسلموهم إلى محمد فيقتلهم. كويس. قال لهم: إذا طلب منكم بنو قريظة أن تعطوهم رهنا فلا تعطوهم،
بعد ذلك قريش أرسلوا إلى بني قريظة، قالوا أرسلهم عكرمة ابن أبي جهل، قالوا هلك الخف والحافر، الخف قاصدين بالبعير والحافر الخيل، وإنا لسنا بدار مقام، نحن ما نقاعدين بعد ذلك، اخرجوا معنا نقاتل محمدا. كويس. فقالت لهم بنو قريظة لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا نضمر بهم. أول ما رسل قريش رجعوا لهم هناك قالوا لهم ناس بنو قريظة قالوا دانين رهائن. فقالت قريش صدق نعيم، كلامه صح، نازل داني غدرونا. لما وصل الخبر إلى بني قريظة أن قريشا رفضت تسليم الرهائن فهموا إنه ناس قريش داري مقلبون، كسبوا الحرب كسبوا، ما كسبوا يرجعوا لأهلهم وهم يتورطوا بجاي. فقالوا صدق نعيم، وخذل الله تعالى بينهم. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل الريح كما تقدم معنا، وطردت الأحزاب وطردت قبائل غطفان. أول ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الحصار 25 يوم وقبالة 15 يوم بيحفروا في الخندق، أول ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة إلى بيته واغتسل ووضع لباس الحرب، جاءه جبريل عليه السلام ويركب بغلة ويلبس عمامة من استبرق معتجرا بها، معتجر يعني لابسها فوق ما لافيها في حنك وتعب، معتجرا بها. قال يا رسول الله أوضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة، وأنا أتقدمك أزلزل حصونهم وأحدث فيهم الرعب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم طوالي قال له إن ربك يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة من مكانه ذاك. يا أخوانا 15 يوم من التعب في حفر الخندق، 25 يوم من الحصار المستديم، يجيوا أمري من الله عز وجل تمشي لبني قريظة الآن تمشي تحاصرهم. سبحان الله، الصحابة طوال النبي صلى الله عليه وسلم نادى مناد في الناس، أيها الناس من كان ذا سمع وطاعة فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يقولنا الصحابة تعبانين 40 يوم جوع وتعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طوالي إلى بني قريظة، ما في واحد يتلكأ، ما في واحد يتأخر، طاعة عجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. انطلق الصحابة إلى بني قريظة 3000. يا أخواننا هذه الطاعة والانصياع للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الطاعة هي سبب الفوز والرفعة. ونحن الليلة السبب الذي أذلنا وجعلنا فريسة للكفار وللمجرمين خذلاننا للنبي عليه الصلاة والسلام في طاعته. الليلة نحن الأضعف أمتنا شنو؟ الأمة مفرقة، أي زول عمل له طريقة براه، في كم طريقة في السودان، طرق صوفية ما بتقدر تعدها، في كل حي في كل مدينة في كل بلد طريقة براها، عبادتهم برا، ذكرهم براهم، عقيدتهم براهم. كويس. جماعات دينية، البلد مليانة جماعات، البلد مليانة أحزاب سياسية تتقاتل على أموالنا وتتقاتل على ثرواتنا، مزقوا الأمة، قطعوا الأمة. هذه الفرق والنحل المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كم جماعة يا أخي، يا أخي كم طريقة في البلد، يا أخي كم حزب في البلد، أي حزب عقيدته براها، دينه براو، اتباعه براو،
هديو براو الأمة ممزقة، حزب تحرير، حزب بعث، أخوة مسلمين، أنصار سنة، صوفية بأشكالهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ده اللي زل الأمة. انت قال شنو؟ اتفرقوا ليه؟ انت قال اتفرقوا مزاج؟ اتفرقوا لأنهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذه الأحزاب والفرق هي خصم على الأمة وضياع للأمة وتفرق للأمة والذل والهوان بسبب هذا التفرق. كويس. الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. صحابة مشوا طوالي، بعضهم ما صلى العصر إلا بعد العشاء الآخرة، لأنه قالوا النبي قال ما صلوا العصر إلا في بني قريظة، بس في بني قريظة. وبعضهم صلى العصر في الطريق وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاصد لينا من هذا الكلام إننا نسرع إلى بني قريظة. حاصروا بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الراية مع علي بن أبي طالب، وانطلق هو عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ماشي في الطريق لبني تيم. قال لهم: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، مر بنا دحية ابن خليفة الكلبي يركب على بغلة عليها رحاله، يعني على سرج ولابسه عمة. قال: هذا جبريل. جبريل مشى قدامه هناك. الملائكة ما وضعت السلاح، الحرب دارت على بني قريظة. حاصروا الحصن بتاع بني قريظة، فيه من 600 إلى 700، وابن كثير يقول من 700 إلى 800 من بني قريظة. لما حاصروهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينزلوا إلى حكمه عليه الصلاة والسلام، فرفضوا واستعصى الحصن. وفجأة صاح علي رضي الله عنه صيحة قوية، قال: يا كتيبة الإيمان. ثم انطلق ومعه الزبير ابن العوام، قال: لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن الحصن. فبنوا قريظة في ذلك الوقت قالوا: ننزل إلى حكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نرضى بحكم سعد ابن معاذ، لأنه من الأوس، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس قبل ذلك. قالوا: ننزل إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت ذاك جمع كعب بن أسد بني قريظة، جمعهم كلهم جوا الحصن بتاعهم. قال: يا بني قريظة، تعلمون ما نزل بكم، وإني أخيركم بين خلال ثلاثة، اختاروا منها واحدة. قل: طيب ورينا. قال: الأولى أن نؤمن بهذا الرجل، أي بمحمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. قال: أن نؤمن بهذا الرجل ونتبعه. قال: ونحن نعلم أنه نبي وهو صادق. بنو قريظة قال له: لن نترك حكم التوراة، دي ما تنفع معنا. قال الثانية: أن نقتل نساءنا وأبناءنا بأيدينا، ثم نخرج إلى محمد بسيوف سلطة، فإما أن ننصر عليه، وبعد ذلك لعمري لنجدن النساء والأولاد، وإما أن نموت وليس شيء وراءنا. نموتنا على كده، ما ورانا حاجة، خايفين على لا مال لا ولد. كويس. قالوا: لما نقتل هؤلاء المساكين؟ وما خير العيش بعد النساء والأطفال؟ طيب. قال لهم الثالثة: اليوم يوم سبت، ومحمد آمن في أصحابه، نغير عليهم ونفسد سبتنا. اليهود ما بكاتلوا يوم السبت. قال لهم: نغير على محمد وهو آمن اليوم في أصحابه. قالت اليهود: والله لا نفسد سبتنا. يا أخي ثلاثة خلال ما قدر يختاروا منا واحدة. قال لهم، كان صادق معهم جدا، قال لهم: ما بات أحد منكم منذ ولدته أمه يوما من الدهر حازما. إتوا قال لهم ملكلكين، من الله خلقكم؟ زول منكم حازم ما في؟ كويس.
بعد ذلك نزلوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وحبسهم في دار كيسة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، كلهم لمّوا في بيته، جمعهم كلهم 700 كويس، وأرسل إلى سعد ابن معاذ ليؤتى به، وهو كان يمرض في خيمة رفيدة رضي الله عنها، كانت تمرض الصحابة، جابوه يركب على حمار قد وسد له، وأول ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، لسعد رضي الله عنه احتراما وتوقيرا من النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، فقام الناس إلى سعد وأنزلوه احتراما وتقديرا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون بحكم سعد؟ قالوا: نعم. قال: إذن يحكم سعد. سعد بن معاذ رضي الله عنه جاءه مجموعة من الأوس، قالوا: هؤلاء حلفاؤك يا سعد، فارفق بهم. قال سعد، هو ساكت ما بيتكلم، فجأة قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. بعد ذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحكمي نافذ في هؤلاء؟ قال: نعم. قال: ونافذ في من ها هنا، أشار للخيمة اللي فيها الصحابة وفيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي وهو يغض طرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصير عليه، ما يقول حكمي، يلزم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول عديل كده؟ قال: احتراما وتوقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول لعديل كده؟ قال: وأيضا فيما ها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يا سلام يا أخواننا، شوفوا، نحن والله ديننا ودنيانا ما يصلحوا إلا بتوقير النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الليلة أبسط الناس تقول ليه والشدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقعد ينظر لك من نفسه، أنا رأيي كده، وشيخنا قال كده، ودكتورنا قال كده، يا زول ده النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر كمان وتجيب كلام من رأسك؟ رسول الله تجيب كلام من رأسك أنت؟ سعد رضي الله عنه يغض طرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم. قال: حكمي فيهم أن تغتل مقاتلتهم، أي زول أنبت شعرا خشنا يقتل، يعني بلغ كويس، وأن تسبى نساؤهم وأن تقسم أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وفي هذا دليل قوي عند العلماء على عقيدة أهل السنة أن الله فوق 7 سماوات، ولا تغتر بالعقائد الباطلة بتاعت الصوفية وغيرهم. واحدين يقول لك الله في كل مكان، واحدين يقول لك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا قدام لا ورا، معناه ما في، دي عقائد باطلة. الله فوق 7 سماوات، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7، في رواية أرقعة. بعد ذلك نزلوا على حكم سعد، خد النبي صلى الله عليه وسلم الأخاديد، حفر الحفر في السوق بتاع المدينة، وبقى يخرجهم أفواجا من البيت بتاع كيسة بنت الحارث النجارية، يخرجهم شوية شوية فتضرب أعناقهم. سبحان الله، الدين ما فيه مجاملة، كله ديل. يا أخي أبو لبابة لما النبي صلى الله عليه وسلم رسلوا اليوم، لما دخل على بني قريظة جهش الأطفال بالبكاء والنساء، وجرى إليه الرجال، أبو لبابة رق لهم شوية، قالوا: لو ننزل إلى حكم محمد؟ قال: نعم. قالوا: وما هو؟ فأشار إلى عنقي الذبح، قال لهم: حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذبح، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي،
لكنه كان في الحق حازما، اتعامل معهم بحزم كويس. خدت الأخاديد وجيء ببني قريظة. لما النبي عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقتل فيهم وبمرقوم من الحصن بودوه من البيت، قاموا بيسألوا في سيد كعب ابن أسد، قالوا أين يذهب بنا يا كعب؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون. أنتم بتفهموا التين إنه القتل، يعني يفهموكم ناس بمرقوا فيهم. قال لهم ألا ترون أن من يذهب لن يرجع؟ البيمش مش ما قاعد يراجع تاني. قال إنه القتل، يقتلوا واحدا تلو الآخر. يا سلام يا أخواننا، عزة الدين وقوة الدين تأتي بالعقيدة. نحن والله الذل الذي وقع علينا ما بسبب قلة السلاح ولا بسبب قلة العدة والعتاد، إنما السبب ضعف الإيمان، إنما السبب تفرق الأمة، إنما السبب العقائد الباطلة التي دست في أمة الإسلام وكيد بها الإسلام من الطرق الباطلة المنحرفة. ده السبب الذي أضعف كثيرا أو أضعف أمة الإسلام، ولن تعود الأمة إلا بالسنة. عمر بن عبد العزيز لما انتشرت السنة في عهده وعلت الدولة الإسلامية في عهده، قال وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، ولولا أني أحيي كل يوم سنة وأميت كل يوم بدعة ما أحببت الحياة محل بشات. يعني ما أحب أبقى في الدنيا محل بشات، يعني فترة بتاعت حليب الشات الجرة الواحدة من الشات دي. سبحان الله، كذا تنصر السنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من الأحداث التي وقعت في قتل كفار بني قريظة، لم تقتل من النساء إلا واحدة، مرأة واحدة بس، وهي التي ألقت الرحى على خلاد ابن أسيد فقتلته. وهذه المرأة لما جاء بها لتقتل دعاها الداعي، قالوا لا تعالي لتقتلي. قالت عائشة رضي الله عنها عجبت لها من انشراح نفسها، تضحك، نادوا للموت وهي تضحك وبتتونس مع السيدة عائشة، فدعيت إلى الموت فضربت عنقها. بعد ذلك جاء بحيي ابن أخطب الغطفاني، ده ما من بني قريظة، ده من غطفان، وجال الفتنة أصلا، جاي يعمل الفتنة كويس ويؤلب بني قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدارت الدائرة عليه هو كويس. جابوه ليقتل، وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويداه مغلولة إلى عنقه مربط، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لمت نفسي يوما على بغضك. شوف الزول ده كلب كيف، قال له ما لمت نفسي يوما على بغضك، قال له ولكن من يخذل الله يخذل. دي كلمة يهودي، قال له أصل الزول اللي بيخذل الله الله بخذله، وإنها الملحمة التي كتبها الله على بني إسرائيل. فقدم إلى الموت فضربت عنقه فمات. أيضا من المواقف العجيبة، رجل من بني قريظة اسمه الزبير ابن باطا، وده ولد اسمه عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا، ده من الرواة. وعنده ولد تاني اسمه الزبير، ولده الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا، ده من رواة موطأ الإمام مالك. الزبير ابن باطا يهودي، وكان بينه وبين ثابت ابن قيس ابن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة ثابت ده كويس، كان بيناتهم علاقة زمان. في يوم بعاث الزبير ده لقى ثابت رضي الله عنه في الطرف المقابل له، فجز ناصيته وتركه، يعني عفاه كويس. الصحابة دي يا أخواننا عندهم خلق رفيع، وهذا الخلق هو خلق الوفاء. الزول يكون وفي
لمن أحسن إليه يوم من الدهر. ثابت لما أسروا الزبير بن باطة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هب لي الزبير بن باطة أوهب لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو لك وهب له. رجع إلى الزبير بن باطة قال له استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبني إياك وأنت حر. قال لا أمشي أنا فكيتك أعتقتك أمشي كويس. فالزبير بن باطة قال لثابت رضي الله عنه قال وما يفعل شيخ كبير لا مال ولا أهل يعمل شنو؟ ثابت رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال استوهبني زوجته وأولاده. قال له هم لك. ساق زوجته وأولاده وداهم له. قال له كده تمام. قال الزبير قال له وما يفعل شيخ كبير بلا مال. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال استوهبني ماله وهب ماله أدلو. بعد ذاك شوف الزول ده رغم الإحسان له لكن زول ما فيه فائدة والله ما فيه فائدة كله كله. أصل زول لما يكون عنده عقيدة خربانة ما بينفع ما بينفع عقيدته كعبة ما بينفع. ده بقى بيسأل في ثابت قال يا ثابت ما فعل الذي وجهه كأنه مرآة صينية تتراءى فيها عذار الحي وهو كعب بن أسد بتغزل في كعب بن أسد. قال له ما فعل. قال قتل. قال ما فعل سيد الحاضر والباد حيي بن أخطب. قال قتل. قال ما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال ابن سموأل. قال قتل. قال ما فعل المجلسان بنو عمرو ابن عوف وبنو قريظة بطن من بني قريظة بني حارث. قال قتلوا. قال فما خير العيش بعد هؤلاء الأحبة. دي الأحبة قال ما خير العيش بعد هؤلاء الأحبة. قال يا ثابت اجزني بيدي عليك قدم عنقي لتضرب لألحق بهؤلاء الأحبة. فقدمت عنقه فضرب فمات. فبلغ ذلك أبا بكر الصديق قال يلحق بالأحبة في جهنم. روح قال له جهنم. قال نفسك ماشي وين انت؟ عقيدة باطلة جرته. وهذه صحبة السوء يا أخوانا. زول ما عنده رفقاء سيئين. ولذلك احذر الرفقة السيئة ولا تصاحب إلا مؤمنا ولا تصاحب إلا من تحب أن تلقى الله تبارك وتعالى بعمل كعمله أو على طريقة عمله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تصاحب يزول. تصاحب كل من هب ودب وترافق كل إنسان حيضرك في يوم من الدهر. هذه الأحداث في أحداث بني قريظة انتهت بقتلهم جميعا. قتلهم كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هناك جاريته جويرية رضي الله عنها أو ريحانة رضي الله عنها وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورفضت الزواج. وبعد ذلك كانت من إمائه عليه الصلاة والسلام. وحدث ما حدث من الأحداث ذكرنا أهمها فيما وفقنا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع واليقين الخالص والإيمان والتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور وقوم إلى الصلاة يرحمكم.